بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد من السعودية الحليبي، وإن شاء الله نستعرض لكم عينة جديدة من العينات التي درستها في السابق. طبعا هذه أحد العينات، بيضة سمان أخذتها وعملت عليها تجربة وفحصت الأجنة الموجودة داخلها. كانت يعني تجربة حلوة وجميلة جدا مثل ما تلاحظون، وكانت عينة يعني خصبة جدا، كأنها يعني ممتازة وتجارب في البيض في علم الأجنة. وأتمنى أنكم تستفيدون من هذا الموضوع أو المسمى المواضيع، لأن لو مثلا حبيت أن تدرس أجنة المخلوقات يعني ممكن تستفيد من أجنة المخلوقات الصغيرة مثل يعني الطيور وغيرهم من يعني المخلوقات، لأنها تقدر يعني تحطها تحت المجهر التشريحي بشكل واضح. واستفدت من العينة في دراسة يعني الجنين وتطوير علم الأجنة، كوني كتبت كتاب كامل على هذا الموضوع. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس، يعني اللي محبين يعني دراسة الأجنة ممكن يستفيد من هذا المرجع، ودراسة يعني الميكروبات التي تصيب البيض أو الطفيليات التي تصيب البيض أو المخلوقات الأخرى التي تصيب هذا النوع من أنواع البيض، كونها يعني بيضة سمان مثل ما تلاحظون صغيرة جدا. وفي أنواع من بيض يعني السمان تختلف في حجمها من نوع إلى آخر، وأنا أنصحكم يعني اختيار نوع البيضة يكون يعني صغير جدا لدراستها تحت المجهر، كونها يعني تحتاجون عينات صغيرة. ويعني إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد من السعودية الحليبي، وإن شاء الله راح أعرض لكم بحثي عن هذه البيضة في بحث مطول تقريبا أكثر من 200 صفحة، ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم عينة أخرى.